اول شيء لمت الله بهالحياه هيك طول الحياه لمته كثير، حتى يمكن ما بتحبه كانت. لك كنت عارف انه ما الي غير الله، عرفت؟ يعني كنت فكره انه كنت كثير لوم الله، يعني فكره انه اوكي عمري 10 سنين انزل اشتغل ونبش على شغل وشوف هون، بلشت شوف انه اوكي اتس نوت ايزي. سو شوف امي ايام كثير ما تنام الليل، جست هيك تتشوف شو في حل لهذا الوضع، ما كنا نلاقي حل. فحس حالي لحالي انه قد ايه بدها تحمل امي تكون عم تاخذ دور الام ودور البي، منا هينه ببلد غريب ما عندك حدا. سو ات واز تاف. هلا الحلو انه امي كانت تضلنا، نحن كنا ننزل على الكنيسه وكان الله موجود، وكانت امي بطريقه غير مباشره ضل، يعني كانت هي المثل الاعلى بهالاشياء، وهي دائما تكون عم تخلينا نصلي، عم تخلينا نقضي وقت مع بعض، نقرا الكلمه، ودائما ننظر للحياه بطريقه افضل، يعني بابسط شيء عندنا اياه نقدر نعيش. يعني فور اكزامبل بعدين كنا عايشين ببيت وما كان عندنا مصاري، يعني نشوف الجيران اللي حدنا، فور ابسط اكزامبل انه عندهم موتور كهرباء مشتركين اشتراك، نحن ما كان معنا مصاري، سو كنا نعيش على شمعه. سو كثير هين بهذا الوضع، فور اكزامبل عم بحكيك هو من بعدين انت تزعل من الله و... ايه هلا طبيعي انت ولد عم تربى، شايف رفقاتك بالصيفيه عم يلعبوا، عندهم احلى ثياب احلى لعب وايه يروحوا يظهروا، انا ما اقدر، ما كان عندي هيدي اللكجري، ما كان عندي هيدا الامتياز. ايام كون انا بنص الشغل وهن عم بيشوفوني وهن اولاد ما عم يستوعبوا انه طب ما صيفيه ليش عم تشتغل؟ سو انا شو بدي اقول؟ ما فيك شيء، روح وابكي، عرفت؟ اتس نوت ايزي، ديفنتلي كانت صعبه كثير. هالاشياء كثير اعطتني مراره. ما كنت اقدر اقشع شيء من الله حلو، ايه انه طب ليش؟ دائما كان عندي هذا السؤال، طب ليش؟ انه بتحبني؟ ويقولوا لي العالم انه اوكي بس الله بيحبك وعنده خطه وهالاخبار، بس ما كنت افهمها. شو الشيء اللي شكل نقطه تحول بحياتك؟ هيدي كان من بعد كثير وقت. ديفينتلي على عمر تقريبا 14 15 سنه الله وجد لي ناس بحياتي مثل ما وجد لي ناس بحياتها حبوني مثل ما انا. يعني انا كنت ربيان، ومثل ما كل واحد بيكون عنده نقص حب اكيد، فمن ورا الباك جراوند تبعي وانه انا كيف ربيان ما معي مصاري ومني ولد طبيعي، صار عندي مثل insecurities، يعني عدم أمان بحالي، إنه أنا ما بقدر أنحب إلا إذا عملت شيء، إلا إذا مثلاً كان معي مصاري ظهرت مع رفقاتي. وأيام كتير كون عم بحرم حالي من شيء بس تجمع هال 5000 ليرة بس تأظهر مع رفقاتي أقول إنه شفتوا أنا معكم أنا قدرت وكذا، جيب لي هيك بلاجر وقتي. سو نقطة التحول كانت من بعد فترة، إنه كان عندي مرارة كتير على الله. من عمر 14 بلشت اقرا بالانجيل، وهو الشباب هيك بحياتي كانوا عم بيتابعوني عم بيساعدوني، كانوا مثل البي بحياتي 100%، فكثير ساعدني هذا الشيء، وهن كانوا عم يفرجوني انه الله عنده خطه والله بس صح. بس انا محل ما كنت ما كنت اقدر اطلع من الشيء اللي انا فيه، لحديت ما كان عمري تقريبا شيء 19 سنه 20 سنه، وكنت عم بقرا بالانجيل وكنت عم بقرا باعمال بقول لك انه الله هو اللي خلق كل شيء، هو اللي حدد بالمكان وبالزمان المعين لكل واحد يخلق، وانت باي عائله وشو محيطك ووين تعيش ووين تتعلم ووين تشتغل وشو يصير معك تيكون عندك فرصه اكبر تتعرف عليه. سو هون عم بقريها انا كل الاسئله اللي كنت اسال الله، طب الله ليش خلقتني هون؟ ليش بهالعائله؟ ليش صار هيك مع اهلي؟ ليش ليش ليش؟ كله وضح انه الله بده اياك وعم تعرف عليه. عن جد من وقتها وقفت وصرت اتطلع على كل هو، انه لو هو كلهم ما صاروا معي ما كنت نبشت عليه، انا مني هون. انا ما عم نبش عليه، يمكن انا هلا ابصر وين بكون. ومن وقتها شوي هيك نظرتي اختلفت كليا. والرب اكيد انا بامن بيصير بيبعت كل شيء، بيبعت حدا او بيبعت رساله معينه تيكون عم بيشكلنا، وبعد هيك نسلمه كل شيء بحياتنا اكثر واكثر.